هنشوف امر جديد وهو امر اوبن. اوبن بيفتح مثلا ملف او ملف فيه رسمه يعني فيجر ماشي. هيستخدمه ازاي؟ اول حاجه هنعمل رسمتين اهمت، بس الاول لما نيجي ننفذ هن ايه هنقفل واحد منهم وننفذ ونحفظ، بعد كده نقفل التاني ونسيف اللي هيطلع بعد اللي يطلع منه زي ما هنشوف دلوقتي. اول حاجه طبعا اسيفه، سيف البرنامج دوت بالاسم بتاعه خلاص، وهقفل ايه هقفل السطر دوت زي ما اتعلمنا، خليه يرسم ده وادوس F5 طلعت لي النتيجه اهيت. هعمل ايه الفايل ده سيف باسم معين وليكن طبعا دي رسمة ساين، هنسميها ساين ساين اندرسكور اف، ما ينفعش تسميها ساين بس ماشي. هنقول لها سيف، بعد كده نرفع ديت وايه ونقفل ده وننفذ F5. رسم لي الكوزين، اسيفه باسم كوزين اندرسكور اف سيف. يبقى انا كده سيفتهم الاتنين خلاص. افتح بقى نيو فايل واكتب مثلا اكس بيساوي انبوت ماشي، واقول له ايه 2 سي ساين ويف، انتر مثلا كام، انتر 1 خلاص. وبعدين 2 سي كوزين ويف انتر مثلا ممكن نقول ايه 2، ونقول له بعد كده يعني نقول له في اف تحت نخليها الالس اف الس، وما نحطش حاجه مع الالس ديت، وتبقى لو راجل دخل رقم اي رقم غير الواحد هي ايه هيشغل اللي موجود في الس زي ما هنشوف دلوقتي لو ما كانتش واضحه من كلامي. ويساوي بعدين هقول له اف لو كان الاكس بتاعتي بتساوي 1 اعمل ايه اعمل اوبن ماشي. بيتكتب ازاي بقى الامر ده زي ما هنشوف دلوقتي، ابوستروف وبعد كده هكتب المسار بتاع الرسمه. طبعا مسار الرسمه عندي هو فين، سي ماتلاب وورك ماشي، فهكتب هنا سي زي ما مكتوب بالظبط فين هنا اهوت سي backslash matlab matlab 6.5 6B5 backslash work خلاص. وبعد كده sign اسم الملف بتاعي sign underscore f dot figure ماشي. وبعد كده لو else اعمل ايه بقى، هقول له بردك open بقى نفس المسار سي باك سلاش قبلها لا في كولون باك سلاش ماتلاب 6.5 حسب ما هو موجود عندي على الجهاز بكتب المسار يعني 6.5 وورك، بس اخليه يعمل لي ايه يفتح لي كوزين سي او اس اندرسكور اف دوت فيجر. بعد كده اند نسيف البرنامج دوت
ماشي بنفس الاسم برضك مش مشكلة، واعمل كده رن. سألني سؤال ورا، هقول له مثلا عايز اشوف ساين ويف، اكتب واحد شوف كده طلع لي ايه ساين ويف اهي. برضك نفس النظام، تعال نعمل ايه رن تاني للبرنامج وندوس اي رقم بحيث ان احنا نطلع الايه، طبعا ندوس 2 بقى زي ما هو قال لي في البرنامج، طبعا ندوس اي رقم هيديني الايه نفس النتيجة، هيفتح لنا رسمة الكوزاين. هنجرب كده ونشوف اي رقم وهوت نفذ اف 5 دخل وليكن 6. نلاحظ برضك ان دي نفس نتيجة الايه الكوزاين. ممكن كنت استخدم ال سي اف و ال سي يبقى بريك كده يعني ماشي، بس ديت ايه حاجة توضيحية بس لاستخدام امر ايه امر اوبن. هنشوف دلوقتي بقى بعض الايه بعض الابليكيشن على الفور والهوايل ماشي. اول تطبيق عندي حاجة زي كده، ايه اللي بيحصل؟ بياخد اول حاجة ايه بتساوي 2، بعد كده بياخد فور، بياخد لوب بقى من 1 لـ10، من 1 لـ10 اعمل اللي جوه ده. يبقى ياخد اول حاجة بياخد طبعا الايه ب2 على طول، الايه ثابتة ب2، بعد كده الان بتتغير مرة ايه بتساوي 2، المرة التانية ايه بتساوي 2، كل مرة الايه بتساوي 2. اما الان بقى اول مرة ب1، تاني مرة ب2، تاني مرة ب3، لغاية 10. يبقى معنى كده هياخد اول ما يكون الان ب1 تبقى يظهر ايه 2 في 1، 2 في 2، 2 في 3، لغاية ما يكون ايه 2 في 10. تعال ننفذ بعد ما سيفناه، ادوس اف 5 شوف كده النتيجة ورا اهيت اهوت من هنا قاعد يعرض 2 في 1 ب2، 2 في 2 ب4 ماشي، 3 في 2 ب6 او 2 في 3 ب6 الاي ب2، وبعدين 2 في 4، 2 في 5، 2 في 6، لغاية 2 في 10 ب20 اهيت خلاص. طب نشوف حاجة تانية، حاجة زي كده بعمل هنا ايه، بعوض في البولينوميال بتاعتي وبظهر كل مرة الان والتعويض. يعني ازاي؟ كأني بملى جدول ماشي بنقط التعويض خلاص والنتيجة بتاعتهم. يعني مرة هيعوض ان بواحد في البولينوميال دي، ان بواحد تطلع الاكس بقيمة، يروح عارض لي هنا الان بواحد والقيمة بتاعتها اكس بكام، وهكذا لغاية ما يوصل لـ10. تعالى كده نعمل كلير للكوماند ويندو اللي ورا ديت وايه ونشوف التنفيذ هنا يحصل ايه بعد ما عملنا سيف اهيت. عوض عن عن الان بواحد طلعت الاكس ب6، عن 2 ب11 وهكذا. لان يعني زي ما احنا شايفين اعرض ان واكس ماشي لغاية ما عوض عن الان ب10 طلعت لي 123. نشوف حاجة تانية للهوايل، عندي برنامج زي دوت، هو نفس اللي فات، نفس اللي عملته بالفور، بس ايه اللي بيحصل في الهوايل؟ اول حاجة باخد قيمة مبدئية للان ماشي، بعد كده بيعمل هوايل، لازم احط اصغر من او اكبر من فين في الهوايل. فانا بحط هنا، انا كنت هناك عامل الفور من ان لغايه من واحد، الان من واحد لغايه كام؟ لغايه 10. هنا اعمله لو عملت هنا اقل من 10 يبقى يجي عند 9 ويقف، يبقى لازم اخد 11. يبقى ان اقل من 11 يجي يعوض، وكل مره يعرض زي اللي فاتت، بس لازم ازود السطر دوت اللي هو ان بيساوي ان زائد 1، لان كل مره لازم اخليه يزود الان ب1 عشان يمشي في اللوب اللي معايا. يروح يسأل هل ان لسه اقل من 11؟ اه. جه عند ال10 لان اقل من 11 يشتغل، بقت 11 لان، هل ان اقل من 11 بقت 11؟ ما ينفعش، يعني ان ب11، هل 11 اقل من 11؟ لا. يروح ايه يخلص اللوب بتاعته. تعالى كده نشوف التنفيذ هنا F5 نفس الكلام بالظبط. طيب نشوف كمان امر او برنامج تاني، وهو برنامج بينفذ لي جدول الضرب بتاع الرقم 2. ايه اللي بيحصل؟ بياخد الاي ب2 خلاص، وبعد كده الان من 1 لـ12 يخش جوه بقى، هو واخد معاه الاي ثابته ب2، يضرب ايه الاثنين في 1، 2 في 2، 2 في 3، 2 في 4 وهكذا لغايه 12. بعد كده هيعرض لي ايه الاي ب2 ماشي، حتى هو ظهرها لي اهو، والان بكام؟
بواحد باتنين تلاتة اربعة لغاية اتناشر والنتيجة بتاعتهم. تعال نجرب كده، نعمل الاول كلير اهوت اف خمسة، نشوف ورا ايه اللي حصل. اهو اتنين في واحد باتنين، اتنين في اربعة، اتنين في تلاتة بستة، وهكذا لغاية اتنين في اتناشر باربعة وعشرين. طب ممكن البرنامج ده نطوره شوية، نخليه بدل ما هو مثلا من جدول اتنين نخليه جدول اتنين وستة، او من اتنين لغاية ستة. هنعمل اتنين فور جوه بعضيهم. اول حاجة ياخد ال ان او ال ام من اتنين لستة، وفور ان بتساوي من واحد لاتناشر. هيخش جوه هنا يعمل ايه؟ اول حاجة بياخد ال ام باتنين ويخش اللوب دي، ان بواحد تفضل اتنين في واحد، اتنين في اتنين، اتنين في تلاتة، لغاية كام؟ اتناشر. ويعرض اللي بيحصل، لكن يرجع تاني ياخد ال ام بتلاتة، يخش واحد اتنين تلاتة للان بقى، يفضل شغال جوه الان لغاية ما يخلصها، يطلع ياخد تلاتة وهكذا لغاية ما ياخد الستة هنا، تبقى الام بستة، والان برضك تتغير معاه جوه هنا بكام؟ من واحد لغاية اتناشر، ويعرضهم. تعال نشوف كده الطريقة او اللي هيحصل لما نيجي ننفذ اهوت. نيجي الاول البرنامج فوق اهو، عندي واحد خلاص في اتنين او كام ديت. ثواني اشوف البرنامج، هو عارض لي هنا ال ان والاكس، يبقى البرنامج ده ناقص جزئية. اخليه يظهر لي الام كمان، يبقى احط هنا ام، يبقى ازود ام كوما واعمل سيف للبرنامج، بحيث ان هو يظهر لي بدل ما يظهر لي الان والنتيجه على طول، يظهر لي الايه؟ الام والان والنتيجه. تعال نشوف كده بقى لما ننفذ في خمسه، تعالى اهو ظهر ورا كويس اهو. على الاول البرنامج اهوت، اتنين في واحد باتنين، اتنين في اتنين باربعه، سته تمانيه لغايه اتنين في اتناشر باربعه وعشرين اهي. بعد كده تلاتة نفس النظام لغاية اخر حاجة عندي هتكون الستة، ستة في اتناشر باتنين وسبعين. ماشي. طب نشوف البرنامج التاني او التطبيق التاني عندي، هو ايه يعني؟ حركة كده الحصر ايه او معرفة او ان انا اعرف بيها جذور المعادلة ديت. طبعا دي معادلة من الدرجة الكام؟ من المعادلة التالتة، من الدرجة التالتة. يعني ايه جذر معادلة؟ يعني نقطة التقاطع مع محور الاكس. يعني لما بعوض بالجذر دوت جوه المعادلة بيديني صفر. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا نتخيل مثلا ان احنا عارفين ان الايه او حاسين ان الجذور موجودة من بين واحد لغاية عشرين. ماشي. هنعوض من واحد لعشرين في الدالة، ولما يكون الايه بتساوي صفر هيعرض لي الان بتاعتي، يعني ايه؟ حقق لي المعادلة. لو ما كمل، يعني لو خلاص خلص خرج بره اي حاجه تانية، اي حاجه تانية غير السيف مثلا بواحد، يعمل ريتيرن يرجع من جديد وهكذا. خلاص تعالى ننفذه كده ونشوف اهو. نفذ ورا هنا اهو، واحد واثنين وثلاثه، يبقى عوض لقى عند الواحد بزيرو. ماشي. هتبقى بزيرو اتنين، يعني عوض عند الواحد، يعني مسك الواحد عوض بيه خلاص، لقى الدالة بتطلع معايا بزيرو. عوض عند الاتنين لقى الدالة بتطلع بإيه؟ أو لقى البولينوميال بيطلع بإيه؟ بزيرو. عوض عند الاتنين وعند تلاتة لقى بزيرو. يبقى دول هما إيه؟ جذور المعادلة. جذور المعادلة. بردك نشوف برنامج تاني بهوايل. ده هو برنامج بسيط جدا، عملية إن هو بياخد ال ان بواحد، وزي ما قلنا لما يكون عايز مثلا من ان لعشرة، من واحد لعشرة، يبقى ياخد أكبر من عشرة اللي هي الحداشر، وهيعمل يضرب ال ان في عشرين، وبعد كده يجيب لي سكوير رول للسي، سكوير روت للسي، بيعمل ديسبلي للان والسي والدي، وهيزود كل مره واحد. ولو نفذناه هنشوف نتيجته. يعني برنامج صغير بس بيبين لي ازاي بيستخدم الهوايل اهو. هنا خد ايه اول حاجه؟ الان بتاعتي اللي هي بواحد اتنين تلاته اربعه خمسه لغايه عشره، وبعدين ربحها، لا ضربها في عشرين، ضربها في عشرين، وخد الجذر بعد كده اللي حاصل الايه، خد الضرب خد الجذر التربيعي لحاصل الضرب اللي هو العشرين او السي. وهنا برضك ضرب هنا اتنين في عشرين بقت باربعين، وراح واخد الجذر التربيعي للسي، وهكذا لغاية ايه؟ اخر الايه؟ اخر النتيجة ديت. خلاص. يبقى احنا كده اتعلمنا شوية ايه؟ ابليكيشن عن الفور والهوايل.